Donc, Volantia. Hello guys. I have a clear flag. And there's a flag there. Okay. Thank you for watching. Keep on watching. Yeah. Allahu Akbar, drop your hands down. And in the third one, you're going to tie your hands. Imam is going to recite Surah Al-Fatiha and Surah, and he will complete the whole rak'ah as normal. In the second rak'ah, Imam will start with Surah Al-Fatiha and a Surah, and before going to the ruku, he will use the three additional takbirat. And the fourth takbir, we're going to go in the ruku and he will complete the salah. And the khutbah of Eid is one of the sunnah. So everyone, inshallah, should stay behind and listen to the khutbah and then we leave. Jazakum Allahu khair. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى كل رسول أرسله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إخوة الإيمان فقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم في سورة القلم شيئا من قصة أصحاب الجنة الذين لم يؤدوا حق الله تعالى فيه فحرمهم منه عقابا على نيتهم الخبيثة فقال تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ذكر أهل التفسير أن رجلا كان بناحية اليمن له بستان وكان مؤمنا وذلك بعد سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام وكان يجعل عند الحصاد نصيبا للفقراء والمساكين وكان يقول هذا المال مال الله مكنني فيه وأمرني أن أخرج منه حقوقا زكاة للفقراء والمساكين فلذلك أخي المسلم اعتبر بما كان قبلك فلو دامت لغيرك ما وصلت إليك واليوم عندنا زيارتك للقبور تذكر أنك لا بد راحل واعمل لقبرك واعمل لآخرتك يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل ثم رجوا انتظار الفرج في أن يبدلهم الله خيرا من تلك الجنة أي البستان فقالوا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون فأدركهم الله تعالى برحمته عندما أظهروا استعدادهم لتوبة وأمر جبريل عليه السلام أن يقتلع بستانهم المحروق ويجعله في مكان بعيد
وأن يأخذ من أرض الشام بستانا عامرا ويجعله مكان الأول فكانت البركة فيه ظاهرة وعادوا إلى ما كان عليه ولدهم لا يمنعون فقيرا ولا مسكينا يطهرون أموالهم وأنفسهم بما يرضي الله عز وجل. إخواني في الله، يقول الله تبارك وتعالى والعذاب الآخرة أكبر، عقوبة الآخرة لمن عصى ربه وكفر به أكبر يوم القيامة من عقوبة الدنيا وعذابها. فليعتبر كل واحد منا وليقبل بهمة عالية في هذه الأيام المباركة إلى طاعة ربه. وتذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: أطعم الطعام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بالسلام. هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 ولله الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد عباد الله، أوصي نفسي بتقوى الله وأوصيكم بتقوى الله العلي العظيم. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا، دعاءنا فاغفر لنا، اللهم لنا وإسرارا في أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قدير مجيب الدعوات. اللهم ربنا اتنا في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتوبتنا يا إله الأولين والآخرين عباد الله. آمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروه يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأعم. والله يعلم ما تصنعون كل عام وأنتم بخير. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. Thank you for watching. Keep on watching. So like flag. Okay. Thank you for watching. Get in there.
Donation for the masjid, brothers. Billah for the masjid. You talk outside. Have a stop picture. Guys, I'm a salute. Be on your chest. I want to be a sweater, but are you okay? It's gonna be 14 in a few months. Man, just going home. Goodbye, everybody. Just going back home now. Thank you for watching. Keep on watching. See you next time. Take care. One love. Bye. Eddie just finished now. We're just going out now. Okay, guys, don't forget to come to my YouTube. Thank you for it. Keep on watching. You see, they're all tuned there. They want to go inside the mosque, and people are still coming out. So, guys, don't forget to come to the channel. And this everybody hugging each other. We love you guys. Just take care of yourself. Take care. I'll be one day. Eat it bad, everybody. Bye bye. See you next time. And they're all going inside now. I wish you eat it bad, everybody. They're all coming inside. And it's ready now, everybody. We are now in KL Center. Thank you for it. Keep on watching. Bye bye. See you next time. Subscribe to our channel. Kiss us today. Hello guys, if this is your first time watching my video, don't forget to click the like button, subscribe for the channel, we're ready to give you a little bit of it. Don't forget to click the like button, subscribe for the channel, leave your comment below the video. Thank you for watching. You're gonna look for each channel, subscribe for the channel, and keep on clicking the like button. Don't forget to subscribe for the channel, we're ready to give you a little bit of it. Thank you for watching. Stay tuned. Bye, and take care. One more love.